الزلفلوان، اهلا وسهلا بالجميع في قناتي جرجرة كويزين. نتمنى راكم كاع ملاح، نشكركم على تشجيعاتكم ودعمكم، فريمون سا في بليزير. وبالنسبه للي دخلوا القناه اول مره، ما تنساوش الدعم والاشتراك. اليوم كما راكم تلاحظوا، نديروا حلوه اقتصاديه تقليديه جزائريه، لا هي المشوك بطريقه ايكونوميك بمقادير مختلفة شوية عن الطريقة التقليدية. فوالا، بالنسبة للمقادير، راح نديرو 250 غرام زبدة طرية بحرارة المطبخ، 4 صفار بيض، نص كاس سكر غلاس سكر ناعم، كاس كاكاو محمص ملحي، ونص كاس جلجلان، ونص كاس حلوة الترك، وحلو كرز مصبر بالنسبة للتزيين، فانيليا، رشة ملح، باكي خميرة، 4 جون دوف، ان دمي فيغ دو سكر غلاس، ان فيغ اونتي دو كاكاوات مولو، ان دمي فيغ دو غران دو سيزام، ان دمي فيغ دو حلوة الترك او بيان الشامية، الى سوريس كونفيت، une cuillère à café de vanille, une pincée de sel et un paquet de levure chimique. Et farina, باش نلمو بها العجينة أو الطحين. بالنسبة لطريقة التحضير هي سهلة. أولا، ديروا المارغرين أو الزبدة، نخلطوها مع السكر ناعم، نقولو سكر غلاس، و رشة ملح، فانسي دو سيل، نذوب السكر في الزبدة، يولي ان بوماد. نزيدو عليه صفار البيض مع الفانيليا، جون دوف بلس لافاني، ينكونتيني نواصل في الخلط. نزيدو كاوكاو والجلجلان المحمص بيان سور، يعطينا نكهة رائعة، والشامية أو حلوة الترك عفوا. نكملو نخلطو، صدقوني يجي بنين وزاكي في 250 غرام زبدة، خرج لكم 36 حبة إلى 40 حبة. نبداو نديرو بالفارينة، فارينة مع الباكي لوفيغ شيميك تاع 10 غرام خميرة كيميائية، نديرو شوية بشوية كما عودتكم، ما ديروش الفارينة على خطرة، نديرو بشوية باش تحكمو في العجينة تاعكم. هي حلوة ماشي تناسب الأعياد، تناسب الأفراح، تناسب ماشي غير في لوكازيون واحدة، بزاف مناسبات تقدروا ديروا فيها مشوك، ميم كل يوم. نحي لكو مسحقوش باش نحس بالعجينة ونشوف ونتحكم في القوام تاعها. العجينة خليوها طرية، ما تيبسوهاش، ما تخليوهاش تلاصق. هاني كملت، شوف العجينة طرية، هاني نقدروا نشكلوا دي بول افيك. هاي جاهزة، نغطيو لا مواتي بالبابي فيلم باش ما تنشفلناش، نبداو نحيو من السكوتي بهذه الطريقة. نبداو ديرو دي بول قيس نوا، إلا حبيتو ديرو عينكم ميزانكم ولا وزنوهم، 25 غرام
ولا الا حبيتوهم كبار ديروا 30 غرام، الا حبيتوهم صغار ديروا 20 غرام. تصور الا درتو 25 غرام يخرجولكم 36 حبة، الا درتو 40 غرام ولا 20 غرام يجيوكم 40 حبة، الا درتو 30 غرام يجيوكم 30 حبة. كل وحدة واش تحب منك. حضرت انا عندي كاكاو فيلي بياض البيض، ولي كيسات هذا يطيب في لي كيسات ديرهم في سنيوة راسوريس كونفيت. كيما موالفين نديرو مشوك اللي موالفة ديرو، بسم الله. جوزهم في بياض البيض، نمدوهم في الكاوكاو فيلي. هذه حاجة مختلفة، انا ما نديرش في المشوك تاعي، ما نديرلوش الكاوكاو من فوق، كاوكاو عادي نديرلو كاكاو افيلي ولا لوز افيلي، كل وحدة المقدور تاعها. جوزو لا سوغيس كونفيت ولا الكراز مصبر في بياض البيض باش تلصق لنا وما تتنحاش، ونضغطو شوية على الكاتو. نديركم واحدة أخرى، طريقة سهلة، جربو على ضمانتي، صدقوني يخرجلكم روعة. شكل شباب. انا نكمل املك عمرت سني وتاعي، نخليهم يطيبوا على درجة 180 درجة، حسوهم كل واحدة بالفور تاعها، يعني من 160 ل 180 درجة. كي يكملوا نعسلوهم هكذا سخونين، ندير عليهم عسل بارد يكون ثقيل بهذه الطريقة. مالك هاكو تبعتو كاع الخطوات، فيديو واضح. إذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم، شاركوا في القناة ودعوة الخير بيان سور. إن شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. سي بريزونطابل، يحمر الوجه يعني، ديره مام في الاعراس. انا موالفة ندي منه كي نروح العرس، دي سنيوة يعني يتحمر الوجه. نخليكم في رعاية الله وحفظه. جاون لهنا تسلويث ارتيكل 82 ميفا وحنين وست زمر ثيم خلينوان ارثوفاث.